كلمه المقاومه ما تتنازلوش ولا تفرطوا باي شغله انتم طلبتوها بالاول، وزيدوا اصرار، زيدوا اصرار، لانه عندنا شعب غزه نوعيته انه لما بيشوف الحرب او ضرب الصاروخ بصير يا اما يسفر يا اما يكبر يا اما يضحك. فيش عندنا خوف، انت عودنا على الشغله هذه يا زلمه. انا بقول لك هالقيت وخليهم تضربني الطيران بعد ما تروح، مش فارقه، خلصنا. انا بدي اعرف ليش اخوتي صار فيهم هيك، في الشبابيك ولا في مثلا عندنا يهود ولا حاجه، هم من يمين والله، وكلهم كلهم تجمعنا مع بعض، كل واحد طلع دار تصبح على خير، ما فيش حاجه مع اولاده، كلنا نتجمع عند امي وهي ضربت الدار تبعت امي ما تصلحش بالمره، الطابق الثاني عملها اخوي غرفه ومطبخ حمام عندي، اغلبيه اخوتي بضلهم عند اللي بنام عندها، واحنا بس اللي بوجهه للمقاومه هالقيت في الوقت الحالي مش تضربوا التلابيب. انا بعرف انكم عندكم عياش 225 يضربوه، لانه اليهود نخ، واللي بتعملوا فينا هذا ضعف، اللي بضرب المدني وبخاف من المقاومه هذا ضعف، شعب غزي كل ما ضربته بيزيد اصراره وقوه. واحنا من اليوم نحكي لك اياها على الملا، انا وبناتي ومرتي فدى الشعب، اقول لك فدى محمد الضيف ابو خالد، وبعد هيك بديش اكمل كلام، لانه احنا نفسنا وراه وخضنا المعركه وكنا مبسوطين وراح نضلنا للاخر مبسوطين، وهي سجد لله تعالى ان اخوتي راحوا شهداء في سبيله ومن اجل محمد الضيف وكلهم في طوفان الاقصى. الله اكبر. كبروا يا شباب، كبروا.